صباح الأمنيات الجميلة التي ترى النور الآن في الصباح، أجمل فترات الحياة، فصباحكم عطاء بلا حدود، فأنتم روح الصباح وبهجة الدنيا. صباح يحمل في باطن سمه ألف أمنية، حيث يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل. صباح الرضا والسرور، صباح الأمل، وعلى فكرة الأمل صديق رائع. صباحكم جميعا مليء بالسعادة. ويا وساما غاليا لشعبنا الموفقين، يا شامة في جسد العروبة الممزقين، ويا وساما غاليا لشعبنا الموفقين، ضمت من نجومها قلادة في عنقي، وعشت حبا خالصا على بناء في الأفق. تألقي الغاسقي يا يمن الطهر النقي. أسعد الله بالخير، صباحكم مجددا، وأنا أحييكم عبر هذا البرنامج المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائما عبر شاشة قناة اليمن اليوم. اليوم سيكون لدينا العديد من المواضع، منها المراهقة، أهمية المرحلة ومشكلاتها، وطرق التعامل مع سلوكيات المراهقين. أيضا لدينا محور آخر هو حول تنمية المشاريع الصغيرة للشباب وربطها بتخصصاتهم الجامعية، وأيضا لدينا فقرة رياضة الصباح، وأيضا فقرة خاصة بربات البيوت عن المطبخ اليمني، والعديد من أيضا التقارير السياحية والموروث الشعبي. لكن قبل هذا وذاك ينضم معي عبر الهاتف المهندس رشيد العريقي من صنعاء، الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، صباح الخير. مهندس رشيد، أحييك دائما وأبدا من صنعاء، وأنت وكل طاقم البرنامج وكل المشاهدين الكرام. شكرا يا باش مهندس. كنا قد تحدثنا في حلقة الخميس الماضي، هل تراجعت ضعف
فاعلية الحالة الجوية في بلادنا الحبيبة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وهل فعلا تحقق ذلك، وهل استمرت الأمطار، وأي المحافظات التي كان لها النصيب الأوفر خلال الأيام القليلة الماضية؟ أشكرك أخي صبري على هذا السؤال. طبعا فعلا سارت أوضاع جوية مستقرة على أغلب محافظات بلادنا، سواء كان الجبلية أو الصحراوية أو الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، وتراجعت الفاعلية بشكل واضح عما كانت عليه خلال عشرة الأيام الماضية، فقد انحسرت الأمطار قبل خلال الأيام، خاصة الأربع الأيام الماضية على أجزاء من بعض المحافظات، حيث استمر هطول الأمطار، بعضها كانت غزيرة ولكنها منحسرة على محافظات محدودة، خاصة في شبوة حيث هطلت أمطار على الأجزاء الوسطى والجنوبية من شبوة، خاصة في عتق والصعيد ونصاب وحبان وضيحان والروضة. هذه المديريات شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أمطار لا بأس بها، كما هطلت أيضا أمطار على أجزاء من محافظة سعد ولحد وأبين لله الحمد والمنة. فنلاحظ أنه المحافظات قليلة جدا التي شملتها أو كان لها نصيب من الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة كما قلنا قبل عشرة أيام حيث سادت الأمطار أغلب محافظات بلادنا 18 طبعا. طيب يا باشمهندس، برغم تحذيراتكم وإنذارات المركز الوطني للأرصاد التي ما زالت مستمرة عن خطورة اضطراب البحر والابتعاد عن السباحة في سواحلنا خلال هذا الصيف، هل وصلكم أخبار عن غرق طفلين في أبين؟ ما أسباب ذلك وما هي توقعاتكم للطقس خلال 24 ساعة القادمة؟ نعم أخي، تناقلت بعض المواقع الإخبارية غرق طفلة بعمر 16 عاما وأخوها البالغ من العمر 10 سنوات مع الأسف، ربنا يرحمهم. لكن هي في صدري رسالة لأخوة المواطنين مرتادي البحر والصيادين بعدم المجازفة في التوغل في أعماق البحر أثناء يعني لكل ما تبقى من هذا الصيف، واخذ الاحتياطات اللازمه. نحن دائما وابدا وعبر اثير هذا البرنامج وكل نشراتنا طبعا اشتملت على هذا التحذير، ولا تزال التوقعات بهذا الصدد، وسبب ذلك يعود الى شده الرياح الموسميه في سواحل بلادنا الجبليه والتي تحمل خلال الصيف على اضطراب شديد في البحر وارتفاع الامواج. وبالتالي كل صيف وخلال الصيف ما تبقى من الصيف، الصيف سينتهي إن شاء الله تقريبا في يوم 20 سبتمبر وسيرجع الربيع أو ما نسمى الفترة الانتقالية من الصيف إلى الشتاء. طيب يا باش مهندس، ما هي أبرز توقعاتنا طبعا؟ تفضل. ما هي أبرز التنبيهات الصادرة ليومنا هذا الأحد؟ نعم، التوقعات هي طبعا حالة الاستقرار هذه سوف تستمر خلال يومنا هذا ويوم غد، ومؤشرات طبعا اخي صدري واضحه لتغير هذه الحاله ابتداء من يوم الاثنين والاربعاء، انها تعود بمشيئه تعالى طبعا الامطار وتستمر في اخر من عليه خلال هذه الايام القليله، هي تتوقع الامطار وعوده الامطار مره اخرى وتوقع المركز ايضا استمرار هطول الامطار على المناطق الجبليه خلال ال 24 ساعه القادمه، وخاصه على اجزاء من محافظه سعد وبالع ولحد وابين، وقد تمتد الى البيضاء والشبوه واجزاء من سواحلنا الجنوبيه، خاصة سواحل أبيان وعدن وكذلك لحظ وأجزاء من شبوة. طبعا الأجواء الأجزاء الحارة وبعثة على المناطق الصحراوية مع احتمال تكون قطع من السحاب الركاني عليها. أما بالنسبة للتحذيرات والتنبيهات، طبعا الوكيل الوطني خطط لفجأة للأوضاع المستقرة
التحذيرات مستوى التحذيرات الى تنبيهات سياسيه، فنريد ان نقول المواطنين في مناطق متوقع الهطول الامطار عليها بعدم التواجد في بطون الاوديه واخذ الاحتياطات اللازمه من التدني في مدى الرؤيه الافقيه خاصه في الطرقات والمحطات الجبليه. كما ننبه ايضا لكل المواطنين في المناطق الصحراويه والذاهبين اليها من الاجواء الحاره ومن لديهم امراض صدريه من الغبار والاتربه المثاره بواسطه المياه، ولا يزال وباستمرار يلوث لقوى السيئه في مكان البحر الربابي متعدده انواعها من الرياح الشديده وتراب البحر حول خليج سقطرى والسواحل الشرقيه والجنوبيه لبلادنا. هذه اهم من التوقعات اخي صبري، وايضا التنبيهات التي نرى انها لازمه وضروريه لاخواننا المواطنين الذين نتمنى لهم السلامه في كل الاحوال. الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس رشيد العريقي، شكرا جزيلا لك، وأتمنى أن ألقاك دائما في صحة وخير وعافية، ونلتقي دائما في حلقاتنا القادمة. شكرا. ممارسة الرياضة قبل أي شيء وفي أول اليوم تساعد بشكل خرافي على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذا فمع سهولة حرق وجبة الإفطار المهمة يحصل الجسم على شكل مميز وطاقة ليس لها حدود. مع بداية النهار ومع الاستيقاظ مبكرا لممارسة الرياضة يتاح وقت مثالي من أجل التخطيط لليوم الطويل بهدوء وصفاء الذهن ولحل المشكلات التي كانت عالقة في العقل من الليلة الماضية، فنبدأ في معالجتها فورا بعد دش بارد يعقب ممارسة. أن تعرف المراهقة على أنها المرحلة الفاصلة بين الطفولة والرشد المبكر، وتظهر غالبا بعد حدوث البلوغ عند الذكر أو الأنثى، وتبدأ عادة في سن 12 وقد تمتد إلى 21. أن المراهقة كمرحلة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان وأكثرها حساسية، وذلك كونها مرحلة انتقالية تسير بالفرد من مرحلة الطفولة والوداع إلى مرحلة الشباب والرشد، فهي مرحلة نمائية كباقي المراحل الأخرى، إلا أنه يتخللها تغيير شامل وجذري في جميع الجوانب والظواهر الجسمية والعقلية والإنفعالية والاجتماعية. أما فترة المراهقة قد تعد بشكل عام أزمة عمرية قد تنشأ بسبب الكثير من العوامل، أما بسبب العوامل الداخلية أو الخارجية أو بسبب الخلل الكبير في طرق المعالجة والتفاعل مع بعض المشاكل التي قد يتعرض لها المراهق أو المراهقة. حول هذا الموضوع ينضم عبر الهاتف الدكتور علي عبد الرضا استشاري العلاج والتأهيل النفسي. دكتور علي صباح الخير. صباح الخير ليك وصباح الخير لكل أهل اليمن والعالم العربي. شكرا يا دكتور. تمنياتي لكم بالصحة والسعادة. والله كنا نتمنى نشوفك في الاستوديو يا دكتور. تمنياتي لكم إن شاء الله لأن نتعدى على خير ونرجع لكل شيء إن شاء الله أفضل وأحسن من الأول. يعني شكرا وتشرفنا وتنورنا إن شاء الله. دكتور علي، في البداية تعد المراهقة يعني من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم بالتجدد المستمر والترقي في معارج الصعود نحو الكمال الإنساني الرشيد. أين مكان من الخطر في هذه المرحلة التي تنتقل بالإنسان من الطفولة إلى الرشد؟ خليني أنوه أن أنت قلت كلام مهم جدا وأدمجت فعلا مفهوم المراهقة اللي هي بمعنىها مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة ومرحلة عدم المساءلة والمسؤولية، أنه ما عندوش أي مساءلة ولا مسؤولية، إلى بداية المسؤولية والمساءلة. والمسائلة هنا هو محاسبة النفس ومحاسبة الذات، إن هو يبقى رقيب على أفعاله وعنده قدرة على التصرف بحكمة أفضل. ولكن للأسف ابتدى يحصل انحدار لهذا مفهوم المسؤولية والمسألة. بمعنى إيه؟ دائما حتى احنا كأولياء امور او اب او ام لا يزال نظرتنا للمراهق لسه في مرحلة الصبا، لسه في مرحلة الطفولة، او بالمعنى العام غير مكلف، وده امر منافي تماما. أمر التكليف، إنك تكليف المراهق ده اللي هي معناها المحاسبة والمسألة، إن أنا هقول له مثلا صلي صوم الموضوعات دي، ده بالنسبة للشرع. كذلك الأمر يترتب عليها الأوضاع النفسية، إني أعرف إن هو ما ينفعش ينجرف نحو أي تيار خطير أو خطأ، ما ينفعش ينجرف نحو الأفكار المختلفة والشاذة والأفكار الغير أخلاقية والغير بناء، الأفكار الهدامة، الأفكار الغير عربية أصيلة.
زي ما احنا عارفين ان العرب كلهم معروفين بالكرم والشهامة والأصالة، ان عندهم مثلا احترام الكبير وتوقيره، صحيح، صلة الأرحام، احترام المسنين وخلافه، كلها اتربينا عليها. للأسف الفترة الأخيرة في المراهقة ما بعد الحداثة أو مراهقة الفيسبوك والسوشيال ميديا والتيك توك والمراهقة اليوتيوب، للأسف ابتدى يبقى عندهم سلوكيات النعم وسلوكيات خطيرة جدا، وده اللي خلانا نصنف المراهقة لعدة أصناف، وده أول صنف منهم المراهقة السلبية. زمان قبل الألفية كنا بنقول المراهقة السلبية اللي هو ممكن يدخن، ممكن يتناول بعض المواد المخدرة، اللي يبقى عنده سلوكيات شاذة شوية، عنده سلوكيات انحرافية. لكن اتضح ان المراهقة السلبية النوع الأول اللي بتكلم عنه دلوقتي، اللي هو معظم وقته بيقضيه في العالم الافتراضي. العالم الافتراضي سواء معظم الوقت يقضيه على لعبة ببجي، معظم الوقت تقضيها على التصفح على بلاتفورم تيك توك اللي هو البرنامج تبع التيك توك، الفيديوهات اللي ليس لها أي معنى، ليس لها أي هدف، مضيعة للوقت، ليس يكتسب منها أي مهارة أو تعليم. معظم الوقت يقضيه للتواصل مع الآخرين في السوشيال ميديا ومتابعة الموضوعات اللي المعروفة أن هي ليس لها الهدف أو المعنى أو الغاية أو المحتوى الغير هادف. حتى كلمة المحتوى الغير هادف، لو في أخواتنا وأولادنا من المراهقين فاهمين ماذا أقصد بالمحتوى الغير هادف، هم يدرون معنى كلمة المحتوى غير الهادف. طيب يا دكتور، عفوا يا دكتور علي، عفوا، يعني يواجه المراهق الكثير من المشاكل قد يكون منشأها داخلي أو خارجي، يعني هذه المشاكل هل تعمل على عدم الاستقرار النفسي للمراهق وإلى الخلل في عملية التوافق الذاتي والاجتماعي؟ نعم نعم، أوافقك الرأي. المراهق بيواجه فعلا التغيرات البيولوجية أولا، سواء مرحلة البلوغ، هو بالفعل عدى مرحلة البلوغ، ولكن لا يزال الجسم فيه طفرة من الهرمونات اللي بتحدث خلال، سواء هرمونات الذكورة عند الأولاد وهرمونات الأنوثة والتغير الفسيولوجي التشريحي للجسم وبروز أعضاء وخلافه. كلنا نعلم يعني ما يحدث للمراهق إن هو تغير ثورة في الجسم، ما يعني ما كانش يعهد أو ما كانش يلمس هذا التغيرات، فده برضه فعلا بيحصل له تأثير فسيولوجي تشريحي، وكذلك الأمر تأثير نفسي، شوية اكتئاب، شوية مودي، مزاجه شوية مضطرب، وده اللي بيخليه يبدأ يدور على أشياء تساعده. يعني ليه؟ كان هو طفل ممكن تساعده الألعاب، وهو طفل يساعده المزاح والضحك والمرح والخروج وخلافه، المأكولات الخفيفة، السناكس، الحلويات كانت بتساعده. دخل مرحلة المراهقة ابتدى يحصل له نوع من بيسميه كل الشغلات اللي كان بيصنعها الأول ما بقتش مهمة بالنسبة له، فيبدأ هنا يدور على شغلات جديدة، فيبدأ يخوض تجارب جديدة بدون وعي وبدون تربية وبدون رقابة وبدون مشاورة ما بين الأهل. يبدأ ممكن في أسى خطيرة جدا اللي تؤدي للمراهقة السلبية، اللي هو أصدقاء السوء. في مثل دايما بنقوله، الصاحب ساحب، يا إما يسحبك إلى الخير والفلاح والنجاح، أو يسحبك والعياذ بالله للشر والفتن والموبقات والمخدرات والأفكار الهدامة. دايما بنقول لكل الناس، حتى احنا في العيادات النفسية أو في المستشفيات، بنقول للكبار والصغار، أقرب 5 أصدقاء لي انت السادس بتاعهم. بمعنى ايه؟ لو الـ5 الناجحين المقربين ليك انت تبقى رقم 6 في الناجحين، لو الـ5 متميزين انت تبقى رقم 6 في التميز، او 6 انكم كلكم على نفس الدرجة، اقصد ان هم 6 كلكم على نفس المستوى، فرق 1 أو 2 لكن كلكم على نفس مستوى التميز. لو كلكم عندكم افكار وابداع انت تبقى رقم 6، والعكس لو هم الـ5 مدخنين هتبقى حضرتك السادس المدخن. لو تناولوا اي مواد مخدره او عندهم افكار خاطئه او عندهم بلا هويه او بلا فكر صحيح، هتبقى رقم 6 فيهم. شوف انت صاحب مين.
طيب يا دكتور علي، يعني في هذه المرحلة بالتحديد يبدأ الصراع النفسي مع الجسم، فيظهر أما بالغرور والتعالي إذا كان يتميز بالوسامة والأناقة، أو بالانسحاب والتبرير والأساليب الدفاعية لتعويض الشعور بالنقص. ماذا ينتج عن هذا الصراع من الصفات والسمات الإيجابية أو السلبية؟ خلينا صح، انت كلامك مظبوط، دي الظاهرتين موجوده عند المراهقين، وممكن بيبدا بعد كده في اضطرابات الشخصيه. الاضطراب الاول اللي هو بنسميه اضطراب الشخصيه النرجسيه او الشخص والهستيريه، الاثنين، النرجسيه اللي هو معجب بذاته وبجماله وبمفاتنه وبمحاسنه، وحاليا في الوقت الحالي مع وجود برامج التيك توك واليوتيوب الاثنين للاسف مشتركين فيها، سواء المراهقين الشباب مفتون بعضلاته وبقوته وتضخم الاعضاء عنده وخلافه، وكذلك الامر البنات. ده يرجع لحته عامل التربيه، لو الاب او الام كان دايما شايف ان ابنه او بنته ده انت عندك حاجات جميله، انت افضل من فلانه، انت افضل من فلان، خليك احسن من كذا، اللي بنسميها ادوات المقارنه، اللي هو طول فترة الطفولة للأسف والمراهقة بيقارن ابنه بالآخرين، فيبدأ ابنه يحصل له نوع من الدمج الذاتي، إن هو شايف نفسه أفضل حد، شايف نفسه أحسن من الآخرين، عنده امتيازات أحسن من الآخرين. وللعلم لو بنظرة منطقية بسيطة، أنت بتمدح نفسك على حاجات مش ملكك، لأن كل اللي عارفين إنها صنع الخلق الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بتمدح على نفسك حاجة أنت ما عملتهاش. اللي بتعمله هو سلوكك وليس جمالك او لون شعرك او لون عينيك او لون بشرتك او طولك وخلافه. فبالتالي الواحد للاسف مفهوم التربيه محتاج ان احنا لا ممنوع تماما، وممكن دي برضه هوصل عليها كتير، تلاقيني ممنوع المقارنه، ان انا ما ينفعش اقارنه ما بيني وبين حد، ما ينفعش اقول له شوف ابن عمك او ابن خالك او قريبك وخلافه شوف وصل ازاي او عامل ازاي. وكذلك الامر البنت، فدايما معروف لدى المراه العربيه عايزه بنتها اجمل بنت واجمل عروسه، فتفضل تضخم في الذات، تضخيم الذات ده هو اللي بيخليها تبتلع ذاتها، تبقى شايفه نفسها وشايفه حالها، بتتكلم الناس بطريقه فيها نوع من العجرفه شويه، فيها نوع من التكبر شويه. واقصد هنا بالناس المحيطين بها بني جنسها، يعني هي لو بنت في ثانوي مثلا في المراهقه هتبدا تتعالى وتشوف نفسها وتعامل نفسها، للاسف ده بيخليها بعد كده ما بتكونش ست بيت، مسؤوله عن التربيه، مسؤوله عن تربيه النشء، حتى في قطاع الاعمال هتلاقي عندها مشكله. طبعا ناهيك عن ظهور السوشيال ميديا وخلافها اللي خلت للاسف ناس كتيره جدا يحصل ليهم ازمات. في معلومة مهمة جدا هنا حابب أقولها. تفضل يا دكتور. المراهقة من حيث مرحلة العمر والسن بتبدأ من 12 سنة، اللي هي من بعد البلوغ، يعني سواء حد بلغ 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، دي قدرات وطبائع البيئة اللي بيختلف فيها. في ناس بتبلغ بلوغ مبكر على 10 سنين، وبتختلف النساء في البلوغ بتكون أسرع من الأولاد، يعني من المعروف إن أحيانا لاحظنا بلوغ من سن 8 سنوات و9 سنوات لدى الفتيات في المناطق العربية، وده معروف للحين وما نقدرش ننكره لأنه واضح ويلاحظ رؤية العين. يعني المراهقة من بعد البلوغ المبكر إلى مرحلة 21 عام وتنتهي تقريبا 20 عام أو 21 عام وتنتهي مرحلة المراهقة، لا توجد مرحلة مراهقة متأخرة. كلمة مراهقة متأخرة دي اللي هي من 18 ل 20 سنة فقط. المراهقة المتأخرة اللي ما يطلق عليها في مرحلة الأربعين، يعني لو حد عنده 40 سنة وابتدى يسلك سلوكيات صبيانية، هذه ليست مراهقة متأخرة، ده مفهوم خاطئ في الطب ومفهوم خاطئ في المفهوم الصحي. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه أزمة منتصف العمر. أزمة منتصف العمر ان الشخص بيقول انا كنت مميز وكنت ناجح في السلوكيات، لما كنت مثلا بلبس لبس شبابي، لما كنت بعمل شعري بشكل معين، لما كنت بتكلم بطريقة معينة. وكذلك الأمر تبقى الست في آخر مرحلة ما تسمى سن اليأس أو انقطاع الطمث، انقطاع الدورة الشهرية، فيبدأ بعد كده هي عايز تتمسك لآخر لحظة بمفاتنها وجمالها. وعارفين احنا الزمن أو العمر بيبقى هو أكتر شيء يغير في الإنسان،
فتبدا تقول لا انا هبدا الدوره من اول وجديد. يعني ايه؟ هبدا من اول المراهقه وهخش المجال من اول وجديد، فتبدا تتصرف سلوكيات صبيانيه. فبالتالي لو اي حد عنده حد يعرفه يعني هذه النوع من الافكار او السلوكيات اللي بنسميها مراهقه متاخره، هي دي مؤازمه منتصف العمر، ممكن تسمعه وتتكلم معه تتفاعل معه. علشان ناس كتيره جدا للاسف حتى في المجال اللي غير متخصصين في مراحل المراهقه بيقولوا او بيطلقوا على هذه المرحله هي مرحله مراهقه متاخره، هي ليست مراهقه متاخره. طيب ليه انا بقول كده؟ لان للاسف موجوده كتيره جدا على التيك توك واليوتيوب بيعملوا فيديوهات، وتلاقي واحد كبير كده في السن سلوكياته صبيانيه جدا. فدايما احنا بنقول ليه السلوك الصبياني ده؟ هو اضطراب لكن اسمه ازمه منتصف العمر. نرجع تاني لازاي تتعامل مع ابنك او بنتك في هذه المرحله. لكل اب وام بيستعاني دلوقتي مهم جدا مهم جدا يكون عندنا فن الاستماع لهذا الجيل. الجيل ده لقى من المتغيرات جديد جدا. في سنهم لما احنا كنا في سنهم كنا اقصاها بنشوف التلفزيون العادي، القناه اولى ثانيه، التلفزيون الدوله العادي، شفنا شويه مجلات شويه اعلانات جرايد، وكنا مهتمين بالكتاب الوزارة كتاب المدرسة فقط، ما كانش فيه تحديثات ومتغيرات جديدة. لم ننفتح على العالم بأفكاره المختلفة من الشرق للغرب، لكن الجيل ده مختلف عننا تماما. فبالتالي محتاج ان احنا نسمعهم عشان يعبروا عن المحتوى الذي تعرضوا له. يعني هم بيتعرضوا لمتغيرات كتيرة جدا، لازم يكون ليه مرجعية. الأب أو الأم أو المعلم الواعي الناضج يبدأ يسمع هذا المراهق ويعرف هو إيه الحاجات اللي اكتسبها وإيه السلوكيات اللي اكتسبها. عرفت المثل العربي الذي يقول تحدث حتى أراك؟ نعم، أراك هنا يعني أشوفك، أعرف أنت بتفكر إزاي، أعرف إيه المحتوى الثقافي والفكري اللي عندك. فلما أنا بتكلم مع ابني المراهق هعرف هو إيه الأفكار اللي تعرض ليها، هو بينبئني وبيشيرني إلى هل في مشكلات قادمة، هل هو بيفكر في سلوكيات خطأ. وكل ما كان في مساحة من الاستماع والصدق ما بين الطرفين نعرف هو بيفكر في أنهي محتوى، نعرف هو بيفكر في أنهي مشكلة، لأن بالفعل اتضح أن كل المراهقة بيبقى فيها كثير من المشاكل. الدكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي، شكرا جزيلا لك يا دكتور. لقد عرفت أرض اليمن طبعا قبل آلاف السنين، حيث شهد سكان الأطوار والعصور المختلفة. وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد كانت الحضارات اليمنية في أوج ازدهارها، وأسهمت بنصيب وافر في المعرفة والتطور الإنساني. ويمكن مشاهدة المفردات الحضارية للحضارات اليمنية القديمة في مختلف المتاحف اليمنية وفي المواقع التاريخية والأثرية في المناطق الشرقية خاصة. نتابع قلاع وحصون ثلا في هذا التقرير السياحي. القلاع والمدن القديمة جزئيات مبهرة تصدرت كتب التاريخ اليمني القديم، تبينت في مسمياتها وأماكن تواجدها، إلا أنها تشابهت في معظم مكوناتها. وعلى سبيل الذكر امتلاك أغلبها لأسوار حصينة تشير إلى عظمة الإنسان اليمني. وكما تشير الدراسات فإن تلك الأسوار كانت تقام لغرض حماية ما تحيط به من أي عدو خارجي أو متسلل أو ما شابه، لذا فقد كانت تتميز بأبواب لوحظ أنه غالباً ما تتراوح بين 6 إلى 8 أبواب، وهو الحال في مدينة ثلا التاريخية، إذ أنها تحاط بسور يتجاوز طوله 2200 متر يتخلله 6 أبواب كبيرة. وهذه الأبواب هي باب المياح والمحاميد والفرضة والهادي والسلام والمشراق، ولكل اسم منها سبب في تسميم الزينة والجمال،
ويتخللها باب مصغر خصص لدخول أبناء المدينة بعد أن يمروا من الممر الذي يتخذ شكل أس باللغة الإنجليزية. ولعل اليمانيون القدامى لم يكتفوا بأن تعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه دول العالم في العصر الحالي، حيث أن وجود معدل مرتفع من البطالة يعني وجود مجموعة من الأفراد تعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والدخل الفردي الإجمالي. ولمواجهة هذه المشكلة سعت الدول من خلال سياسة التنمية المستدامة التي تهتم بالجانب الاجتماعي والبيئي قدر اهتمامها بالجانب الاقتصادي إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة ضمن استراتيجية متكاملة تستفيد من الموارد المتاحة للوصول إلى أقل معدل بطالة ممكن. وتمثل التنمية المستدامة فرصة جديدة لنوعية النمو الاقتصادي وكيفية توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لا تمنع من ازدياد الفوارق بين مداخيل الأفراد والجماعات. والتنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعددة التي تتحدى البشرية. حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور محمد ممدوح الخبير الاستشاري في دعم وتطوير منظمات المجتمع المدني. دكتور محمد صباح الخير، وأتمنى أن يكون يومك سعيدا خلال هذا اليوم. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. شكرا دكتور محمد. ما هي متطلبات بناء استراتيجية متكاملة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وما هي طرق الاستفادة من تجارب دول العالم؟ في البداية احنا محتاجين نغير تفكيرنا اللي كنا بنفكر فيه على مدار عشرات السنين الماضية. كنا بنشتغل على ملف مهم وهو ملف التدريب من أجل التوظيف أو التدريب من أجل التشغيل. الملفين دول للأسف في هذه الفترة أصبحوا غير ذات جدوى، بمعنى ان احنا كل الشباب في عالمنا العربي كان بيجري ورا الوظيفه الثابته، حلم المرتب الثابت ان انا اشتغل في وظيفه فيبقى عندي مرتب، بعد ما اخرج يبقى عندي معاش. فللاسف الطموح بتاع الشباب اصبح محدود. خلال السنوات الاخيره ظهر مصطلح جديد وهو مصطلح اسمه رياده الاعمال، البحث عن فرص تمويل للمشروعات الصغيره والمتوسطه، البحث عن فرص للشباب ان هو يمتلك مشروع خاص ويبدا يحقق حلم. عدد كبير من الهيئات الدولية والمنظمات على مستوى العالم لجأت للموضوع ده، لأن للأسف أنا ما عنديش وما فيش دولة في العالم عندها القدرة أنها توفر أماكن أو توفر مواقع توظيف لكل شبابها. صحيح. محتاج النهاردة مؤسسات عملاقة تبدأ النهاردة تاخد عدد كبير من الموظفين، وده ما بقاش موجود في العالم. لو بنتفرج على الدول كمان اللي استثمارها دلوقتي بقت من أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب التصنيف الأول والثاني، وصلوا للمرحلة دي بعد لجوءهم لفكرة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ان دلوقتي كل شاب او اثنين او النهاردة مجموعة من الافراد لا يزيد عددها عن 5 بتكون مشروع خاص. المشروع ده ممكن يكون بسيط جدا وبتمويل سهل، وبعد كده يبدأ المشروع يتعاظم. كنا بنبص الاول لفكرة مشروعات الصغيرة المتوسطة، دلوقتي بقى عندنا كمان مشروعات متناهية الصغر اللي ممكن تعملها ربات البيوت، تعملها الفتيات وهم في مقتبل حياتهم. كل النقط دي المهمة دي بتساهم ان احنا يبقى عندنا استراتيجية واضحة بملف الاستثمار وملف القضاء على البطالة. طيب يا دكتور محمد عفوا، كيف يمكن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة يعني بما ينعكس على مستويات المعيشة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال؟ العالم بعد 2015 وبعد إقرار الأمم المتحدة ل 17 هدف الخطين بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، كل العالم شكله اختلف. دلوقتي بدأت الناس انها تبص ايه اللي ممكن نعمله عشان نوصل للتنمية المستدامة. رؤساء وزعماء العالم لما اجتمعوا عشان التوقيع على هذه الاتفاقية، هي مش حبر على ورق، لا، الاتفاقية دي ليها آليات لتنفيذها، ان كل الدول العالم الموقعة على استراتيجية الأمم المتحدة هي اصبحت ملزمة بتحقيق هذه الاهداف بحلول عام 2030، يعني بنتكلم بعد 10 سنين من النهاردة. الدول كتير قطعت شوط في الملف ده، اعتقد خلال الفترة اللي جاية هنشوف انعكاس ليه على مستويات الدخول، على مستوى النمو الاقتصادي، على مستوى كمان فكرة التحقيق. زي ما حضرتك قلت في بداية الكلام، الموضوع مش مجرد نهضة اقتصادية وبس، لا، الموضوع محتاج مساواة ومحتاج عدالة في التوزيع. يعني ما ينفعش يبقى عندي الهرم مضطرب، يبقى لازم يبقى عندي انا نقط واضحة ان الفئات كلها بتزيد مستوى الدخل بتاعها عشان نقدر
نواجه كمان الانعكاس اللي بيبقى موجود نتيجه للفقر. لان انا لو عندي فقر عندي بطاله اكيد هتزيد عندي معدلات الجريمه، صحيح، هتزيد عندي معدلات التطرف، هتزيد كمان معدلات الارهاب، لان الشاب ما عندوش حلم، ما عندوش طموح، ما عندوش امل في بكره. خد من الشباب المستقبل هيدوك قصاد انك سرقت منهم المستقبل، هيدوك قدامه عنف، تطرف، ارهاب، جريمه. يبقى عندي الفاتوره اللي بيواجهها العالم في حاله عدم تشغيل الشباب او عدم المساهمه في تحقيق احلامهم، اعتقد فاتوره قاسيه جدا صعب ان حد يتحملها. طيب يا دكتور، دكتور محمد، يعني كثر الكلام حول مفهوم التنميه المستدامه في الادبيات العالميه للتنميه وتقارير المنظمات الدوليه، هل تمثل محورا جوهريا في بناء السياسات العامة للدول؟ دلوقتي التنمية المستدامة بقت ترند على العالم كله، النهاردة ماشي ورا الموضوع ده، بقى في وزارات في كل الحكومات موجودة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. زي ما قلت لحضرتك إن زعماء العالم الموضوع ما بقاش رفاهية بالنسبة لهم، لا أنا عندي اتفاقية موجودة أنا ملزم بتحقيقها، اتفاقية عالمية. وكمان الموضوع انتقل من المستوى الدولي للمستوى الإقليمي، يعني بقى عندي دلوقتي النهارده لو بنتكلم على قاره زي قاره افريقيا، عندي الزعماء الافارقه اجتمعوا لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. نفس الكلام بينطبق على اوروبا، ينطبق على اسيا، ينطبق على امريكتين. الموضوع بقى ضروره ملحه، تحقيق اهداف التنميه المستدامه ما بقتش رفاهيه. العالم انتبه ان هو بقى قريه صغيره، العالم دلوقتي ما فيش دوله منعزله عشان خاطر فيروس صغير كان موجود في قريه في اقصى الشرق، العالم كله اتقفل وما زال يعاني من هذا الموضوع. صحيح. قرية، مدينة اسمها وهان، يعني ما ينفعش ان انا اسيب مدينة على مستوى العالم ممكن تقول لا انا حر في نفسي، لا انت ما فيش حد حر دلوقتي. صحيح. انت ممكن وباء صغير في قرية يأثر على العالم كله. لو انا كمان سبت مناطق ودول الصراع زي ما هي موجودة تبدأ تصدر في فكرة متطرف، تصدر في جريمة، اعتقد الهجرة غير الشرعية اللي بتواجه اوروبا، بتواجه امريكا، انتبهوا دلوقتي كمان ان انا لازم احاول ان انا احل المشكلات اللي بتدفع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين للهجره، لانهم لما بيوصلوا عندي ما عندهمش فرص لبناء المستقبل، ما عندهمش فرص لتوفير دخل، بيلجا لمعدل الجريمه. مش معنى ان انت النهارده مواطن موجود في المانيا، موجود في فرنسا، موجود في ايطاليا، انك النهارده ممكن تواجه معاناه من شاب جاي من غانا، من مالي، من نيجيريا، من الكونغو، من الصومال. هي دي الفكره، ان العالم كله اصبح شريك في هذه النقطه. طيب يا دكتور، يا دكتور محمد، المشروعات الصغيره اللي بنتحدث عنها هل حققت نجاح وهل غيرت من حياه الالاف من الناس؟ حققت طفرات، بقى عندي كمان النهارده نماذج من رواد الاعمال العرب موجودين يملأوا صفحات منصات مواقع التواصل الاجتماعي، موجودين بقصص نجاح. شباب بدا من الصفر، شباب النهارده سنه لم يتجاوز سن ال 30 عام وبيتكلم بلغه الست صفار. كل دي نقط مهمه احنا محتاجين نركز عليها، محتاج يبقى عندنا نماذج ايجابيه ناجحه نصدرها للشباب يكونوا هم القدوه. على عيني طبعا الفن، وعلى عيني نجوم الرياضه، وكل دول النهارده نماذج مشرفه لعالمنا العربي، لكن انا محتاج ادي للشاب حلم يقدر يحققه، محتاج اديله نموذج شاب بدا من صفر كان عنده فكره مشروع للبرمجه، فكره النهارده بيبيع بنظام التجزئه، يبدأ بعد كده من مرحلة البيع ينتقل لمرحلة التصنيع، من مرحلة التصنيع يبدأ يبقى عنده النهاردة بدل ينتقل من مرحلة ان هو من صغار مستثمرين لمرحلة المستثمر، لمرحلة النهاردة انه يكون مستثمر كبير. يعني احنا عندنا في نقط موجودة وفي مراتب، فلازم نبدأ نصدر للشباب هذه النماذج، ودول موجودين بكثرة في عالمنا العربي. طيب يا دكتور، دكتور عفوا، يعني تحدثنا عن الكثير من الأفكار حول المشاريع الصغيرة، هذه المشاريع هل يعني ستسهم مستقبلا في مكافحة الفقر والبطالة، وهل هي قادرة على استيعاب الأيادي العاملة في المجتمعات العربية بشكل عام؟ بكل تأكيد يا فندم. ليه؟ لأن الفرص دي مش محتاجة تمويل ضخم، مش محتاجة أن الدولة تبقى موجودة وراءها وتبنى تعمل مصانع كبيرة وتبني منشآت كبيرة عشان تستوعب كل الشباب في هيكل توظيف. لا، الموضوع محتاج إرادة ومحتاج تسهيلات من الدولة، تسهيلات من الدولة بإتاحة فرص وحوافز استثمارية لهؤلاء الشباب، إن أنا أبدأ إن أنا أديهم النهاردة إعفاءات ضريبية، أبدأ أديهم أراضي في المدن الجديدة وفي المناطق إن هو يبدأ يشتغل منها، أبدأ أوصل له مرافق، أبدأ إن أنا أحفزه على ده.
ليه؟ لأنه خد بالك هو ده حقه مش منه ولا من حد تديها له الدولة. ليه؟ لأنه لو ما ادتلوش ده هتبقى مضطرة أنها توفر له كادر وظيفي. الدول برضو ما زالت مسؤولة عن رعاياها. فأنا الفلوس اللي أنا بصرفها عليه أو حجم التمويل اللي أنا بصرفه عليه في مواجهة فقر أو مواجهة جريمة أو حتى منح بطلة، لا أنا بديهوله فرص حوافز استثمارية بيقدر يشتغل منها عشان يكون منتج ينعكس إنتاجه ده على المجتمع. لأن هو لما يكبر ويبقى مستثمر ضخم هقدر ياخد منه ضرائب، هيستوعب هو كمان النهاردة مجموعة شباب غيره ويقدر يوظفهم معاه، ده هينعكس على مستوى الدخل القومي للدولة، هينعكس على معدلات التنمية، هيبقى عند دول حقيقية غنية بشبابها. الخبير الاستشاري في دعم وتطوير منظمات المجتمع المدني الدكتور محمد ممدوح، شكرا جزيلا لك. نستطيع أن نقي هذا الوباء بعيداً عنا بأمور بسيطة أيها الأطفال. وبالتمرين وشرب الماء نحمي جهاز مناعتنا وتصبح أجسادنا قادرة على التغلب على هذا الوباء. هناك بعض الأكلات الشعبية التي يشتهر بها المطبخ اليمني وترجع لعشرات السنين وأصبحت جزء من حياتنا التي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعد الفول من الأطباق الشهيرة الموجودة على سفرة كل يمني في الفطار بطريقة المعتادة عليه، ولكن نقدم اليوم الطريقة اليمنية في عمل الفول حتى نتفادى الملل ولمعرفة أسرار المطبخ اليمني الذي تفضلوا معنا بالعافية.
تتعدد أنواع الرقص الحضرمي ما بين رقصة المية والزفين والشرح والرزحة والسمرة وغيرهم، لكن لكل منهم رقصة طبعا ما يميزها عن غيرها من الرقصات، وتمثل هذه الرقصات التراث الشعبي لحضرموت نتابع. وصلت معكم إلى الفقرة الأخيرة من منوعات هذا الصباح، حيث تعد سمكة القرش أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر، وتمثل تلك الأسماك عامل جذب سياحي كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية. وفي منطقة ينبع رصد مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يسبح على ظهر حوت بعدما قفز عليه. يعشق كثير من الناس أجواء الأمطار، خاصة عندما تمطر في أجواء طقس معتدل، حيث يخرجون من منازلهم للاستمتاع بجمال الطبيعة، ولا يقتصر هذا الأمر على البشر، إذ هناك بعض الحيوانات التي تنتظر سقوط الأمطار لتخرج طاقات كامنة داخلها. وصل مدرب كونغ فو يدعى تشانغ شينستيان إلى مستوى فائق من الرشاقة والمرونة، مكنه من المشي والقفز على مياه بسرعة خاطفة بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة. في الولايات المتحدة ابتكر المهندس إيلين إبان مسدساً يطلق على الأشخاص أقنعة طبية بهدف الابتكار إلى لفت انتباه الأمريكيين إلى أهمية ارتداء الأقنعة إثناء وباء فيروس كورونا. مبدأ تشغيل السلاح غير العادي هو أنه عند الضغط عليه من 4 سطانات تطير كمامة طبية، وعندما تضرب شخص يعني تربط القناع حول رقبته. تتربع مغارة موسى في قلب مدينة بلودان في ريف العاصمة دمشق، وتعد مقصدا للسوريين لرؤية معجزات الطبيعة التي صقلتها يد الإنسان، وهو ما تؤكده العبارة المكتوبة
على مدخل المغارة عندما تدخل عندما تتدخل يد الإنسان مع الطبيعة في صنع المعجزات. المغارة التي أغلقت أبوابها عادة اليوم لتحتضن زوارها مجددا. إن صعوبة إنجاز عمل جديد أو تعلم أي شيء جديد تكمن في البداية فقط لعدم تعامل الدماغ من قبل مع هذا الشيء الجديد. وما أن تخطون مرحلة البداية تلك حتى تجدوا إنجاز أو تعلم ذلك العمل سهلا وممتعا وتصبحون راغبين في الاستمرار في إتمامه. ابتسموا دائما في وجه الحياة.